السلام عليكم الاخوان. اليوم حنا كاين في السوق ديال الخميس، سوق هو سوق الدواجين. السلعه تبارك الله موجوده اليوم، كاين السلعه موجوده بزاف، الثمن شويه مناسب، لكن الناس اللي تدوا السلعه ما كاينه تبارك الله. دخلات السلعه الخميس اليوم مزيان، اليوم تبارك الله كان الحراره، السوق سخون، وريني جرنا كاين ناس ما مسوقه لي السوق. والله يرحمها الله يجيب شي رحمه ديال الله. حتى الفلوس تبارك الله دخل مزيان، كاين السلعه ديال الفلوس موجوده، ولكن اللي يدي شي حاجه ما كاين. الناس كاين اللي رجع السلعه ديالو، وكاين اللي باع بشي ثمن بسيط. المهم تبارك الله السلعه راه موجوده، الرحمه اللي بات الوقت. اي الله يجيب الشتاء. السخونيه فعلا صعيبه شويه. لا وما تنساش جيم لايك بارطاجي، الله يسر الجميع. امين يا ربي خويا، الله يحفظك. هذا 60 دابا ولا 80؟ 60 قد ما العميم قد لا تعال تعال حق ديال الثمن شحال؟ 60 اللهم يسر. ماذا كاكوا ديالها؟ كاكوا ديال 260. 260 هل يقول فيهم؟ هل يقول فيهم؟ 65 وخير 65 65 الله رأي بيت قاد ليه لك هي غالب سيكي السور غالب سيكي هل تريد الثمن ديالهم؟ هذا هنا 13 13 كيلو. خذ هذا الحمرين بعثهم 14 عاد رمضان السيد. هذيك من مين اللي عندنا؟ من مين اللي عندنا؟ يجي ملي يجي في الروج. هل تريد هذا اليوم؟ كيعطيو 50 كيعطيو فيها 50 درهم. هي بزاف. وهاد القبارات هادو؟ هاد القبارات تنقول فيهم 70 درهم. 70 درهم. ملاح تراسل. هاك ديال اخواني شي واحد الا بغا شي واحد بلا يسلم معاه بحال الثمن 60 درهم الحبه. 60 درهم. جوج كيلو كيعبر كيلو 800. كيلو 800 الشكل ديال البلدي بحال البلدي بحال البلدي. الطربيه ديالو 6 شهور عندي. شحال دي فيهم هادو؟ 6000 ريال. 6000 ولا 4؟ 15 15 15 ريال. وهادو فيهم الصغار هادو؟ هادو 800 800 لواحد. هادو فيهم شي كيلو كيلو دابا؟ كيلو لواحد. كيلو يا الله.